ضيوفنا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم جميعا بهاي السهرة. نتمنى لكم سهرة ممتعة. أنا رح بلش بعقد الزواج. اسمك وكنيتك؟ ممكن تقولي لي ياما؟ سايران شانلي. حضرتك يا بيك؟ فريد كورهان. أنتوا أبلغتونا بشكل خطي عن رغبتكم بالزواج، نتيجة عمليات البحث اللي تمت ما لقينا أي مانع بيمنع زواجكم من قبلنا، وهلأ بدي أرجع أسألكم مرة تانية قدام الضيوف الأعزاء، بدي أطلب منكم تأكدولي زواجكم بشكل شفهي لو سمحتوا. لهيك هلأ رح أسألكم، حضرتك أنت يا سايران شانلي تقبلي أنه يكون فريد كورهان كزوج لإلك يا ترى؟ وانت يا فريد كورهان تقبل بسايران شانلي كزوجي لإلك؟ أكيد.